كتاب انت عارفه. مشاهدي قناة شوف تيفي، اهلا ومرحبا بكم في البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. هاد السيدة توفى الزوج ديالها وخلى ليها 4 ديال الوليدات صغار، اللي صراحة صعيب عليها الحال، حتى كتفاجئ باللي الموضوع ما تخلصوش المدة ديال تقريبا 2 يعني من كان الحجر الصحي. الزوج ديالها رحمه الله ما خلص الكرة، دابا جاو باش يقطعوا عليها، عفوا الموضوع ماشي الكرة، دابا جاو باغو يقطعوا عليها الموضوع. كتفاجئ ان كيتسالوها 1.5 مليون، يعني 1.5 مليون باش تجمعها وباش انها تخلص عليهم، راه واحد الميزانيه كبيره. وهاد السيده مسكينه ما فحالهاش، ومازال كيما كتشوفوا لابسه حق الله. اختي انت عافاك عاودي ليا من الاول، امتى توفى الزوج ديالك؟ و قربي لك الميكرو. الزوج ديالي توفى نهار 3 شهور. هاد الوليدات شحال في الاعمار ديالهم؟ 20 عام و 15 عام، 10 سنين، 5 سنين. يعني الوليدات باقيين صغار، باقيين تيقراو. يعني انت باش تهزي الهم ديال الدراري هزيتي هم اخر ديال الموضة. كيفاش حتى عرفتيهم كيتسالوك الموضة؟ كنت شوف غيقطعوا عليا، جا الصباح غيحسوا غير شي هم. وعلاش ما سولتيهمش مني في كانوا شحال هادي ما جاوش ولا فايتين جايين ولا؟ هو اللي كان كيفاش داك الشيء؟ كان كنعرف والو، انا ما عمرني خرجت، ما عمرني خرجت شي حاجة. يعني عمرهم دقوا عليكم؟ عمرهم جاو عندكم؟ فين جاو شي مرة 5 مرات شي حاجة بقى كيتسالوا. يعني واش خلص من ديك 1.5 مليون ولا كانت كثر من 1.5 مليون؟ شحال دابا كيتسالوك بالضبط؟ كيتسالني 1.5 مليون، يعني مدة تقريبا 2 عام. اه. وانت هما عارفين ان الزوج ديالك توفى وجاو بيقطعوا لك الموت؟ دخلتي عندهم البيرو ديالهم؟ اه. شنو قلتي لهم؟ يعني فرضوا عليك شي خلص؟ اه خلص. يعني ديروا معاك حتى 13؟ شحال قالوا لك ديال 13؟ 30 و40. واش تلات مدخول ما خداماش، الرحم ما كيخليش نخرج، ما عرفاش انا اصلا. هاد 30 و40 واش داخل فيها واش ديال 13 ولا دخلوا لك فيها حتى الخلاص ديال الشهر اللي خلص اللي جاي؟ يعني هذيك 40000 زيد عليها فلوس الشهر الجديد. وانت اختي منين غادي تجيبي هذا الشيء؟ منين تجيب هذا 1.5 مليون؟ ما عنديش انا حيت مرحوم كاش كيخليني نخرج، ما عرفوش كيف نسوق خدامه. يعني انت كيف قلتي لي ما كنتيش هازه الهم لهذا الشيء؟ ما عرفت حتى شي حاجه، انت خليني كاع نخرج. لا حول ولا قوه الا بالله. ودابا اختي انت شنو قلتي لهم؟ اخر هضره خرجوا معك بها، يعني هما واش قالوا لك غيقطعوه لك ولا قالوا لك نصبروا عليك شويه؟ بنتي ملي شفتي ديك الورقه فيها 1.5 مليون، شنو كان الاحساس ديالك؟ صدمت، الصدمه ديال راجلي وزادني الضوء، عاوتاني صدمت، مابقيتش عارفه من ندير. صدمت. وليداتك تيقراو؟ تيقراو. يعني دخلوا هاد العام راه، يعني تا هما عندهم المصروف ديال الكتوبه والتفاجر. يعني واش المرحوم الله يرحمه توفى قبل ما يدخلوا ولا حتى دخلوا؟ مسكين. وكيف درتي معاهم تا هما ملي دخلوا المدرسه؟ الحمد لله كافحت معاهم، ما عرفاش كافحت. يعني انت ما كنتي هز لهم حتى شي حاجه؟ كان كل شيء مكلف به المرحوم. امتى جاود الناس باش يقطعوا عليك الموضوع؟ يعني انت توفى الزوج ديالك، واش كتشوفي واش حتى عرفوا الزوج ديالك توفى وجا ولا غير جاو على الله؟ يعني انت كتقول لي شافك لابسه البيض كتقول لي ان زوجي الله ميت وقال لك لا خصك تخلصي بحال هكا. هذا اللي كيقطع الضو هو اللي قال لك شنو قال لك؟ عاودي لي باش الناس يعرفوا. كيفاش قال لك غنوريك؟ اش غيوريك مثلا؟ زعما باش ينقصوا عليك؟ واخا ومني مشيتي عندهم؟ عاودتي لهم شي اليوم راه انا تشوف. يعني ما عقلوش عليك؟ ما عقلوش عليا، ما رحموش.
حيت مليون ونص اختي راه قاصحه عليك ونمشي مع عندي. مليون ونص كيبقى شي كثير، انا 10 شهرين نقدر نصرفو. كنقول لك كيبقى كثير. دابا داروا معاكم قال لك الطريطات ولا نقطعوه لك في مره. وانت اختي راه قطعوا لك شنو غادي ديري؟ ولادك شي يقراو ما خصهمش يبقاو في الظلمه. خاصهم ضروري على شي حد، خاصهم ضروري. ولادك فاش كيقراو؟ يعني تشوف الزوج ديالك خلالك بنيه صغيره. ودابا انت واش كتعيشي غير مع الوليدات ديالك ولا مع العائله ديالك؟ وما حاولش شي واحد من المسؤولين اللي كاين تما يتدخل ويشوف؟ قلت لكم انت يعني ما كاينش حل. يعني شي حد معقل عليه. بعدا وقفوا معاك الجيران ملي بغاو يقطعوا لك الضو. يعني هما كانوا باغيين يقطعوا الضو. جاي حل ما قال قطعوا حل فيها. يعني هادشي على اليوم ولكن اللي ما جيتش من هنا في العشية. ما بقاتش المحنة اختي. كيف يجري النفسية ديال وليداتك من بعد هادشي كامل اللي وقع؟ معقدين نجي تبقى معقدين في نفسيتهم، معقدين باقيين، ألمين نجي تبقى. يعني نتوما من الموت الله يرحم المرحوم تتصدمتوا بهاد تتصدموا ديال الموت الضوء. حيت صراحة مليون ونص ديال الموت الضوء راه شي حاجة اللي ماشي ساهلة، باش تسمعها ماشي ساهلة. وانت أصلا زايدة فيك دابا هاد مليون ونص؟ أصلا ما خداماش، ما عنديش شي مدخول، ما كاينش كاع. والزوج ديالك واش كان خدام ولا كان؟ كان انا نبيع باش نقدر ندير هاد الصلاح، ماشي شي حاجة اللي جابوك يصيروا. شنو النداء ديالك اختي اليوم انت؟ شنو تبغي تقولي للمغاربة اللي داخل ارض الوطن اخرى؟ ماشي محسنين، لا شاف فيا بغا يغير خاصية غير موطو، ما يعطيني حتى حاجة، يعطيني غير الورقة ديال موطو ولا شي خلاص على راسي، ما طلب حتى شي حاجة. وليداتي نعيشهم باش تقابل. يعني انت ما بغيتيش اللي يعطيك في يدك؟ انا بغيت غير الموضوع يتخلص لي. واخا هكا كان على ما كيبان لي مازال خاص اللي يتعاون معاك، عندك وليدات صغار شي يقراو. الحمد لله ان خلالك الدار ديالكم. يعني كتعيشي واحد الحياه دابا مأزمة. دابا حاليا منين غادي تجيب المصروف ديالك تولي ديال وليداتك؟ ما كاينش ما يجي، ودابا امتى داروا معاك باش اخر مره يجيو عندك ولا شنو؟ واخا تهضري اختي، واخا تهضري، ماشي مشكل غير عطيها، خليك بالبافيت ديالك، خليك كلشي، خودي اختي. خليك هاك ما تحيدي حتى شي حاجه. دابا غدا خصها تمشي عندهم دير شي حل باش ما يقطعوش. دابا اختي بغيت اللي نعرف ان كيف شفتي هاد الناس هادو اللي كيشوفوا السيده ميت ليها الراجل ولا بصح حق الله وبيقطعوا عليها الضو. بيقطعوا عليها ما حنش فيها. يعني كيف كتشوفي انت كيف؟ كويسه نقول لك كتبان لي ما بقاتش الرحمه. كتبان لي ما بقاتش الرحمه والله. السيده عاد توفي راجلها وعاد شهاده الوفاه وعاد رازا ما هادشي راه. على الاقل يحترموا هذاك واخا هما واخا نقولوا حنا من حقهم يحترموا ديك ولي يديروا معاها شي تسهيلات اللي تقدر عليها ولا بحال اش اختي هاد التسهيلات اللي بغاتو يديروا معاها؟ المهم واخا يديروا لها ديك 10000 ريال الشهر وعاد داكشي ديال الاستهلاك وهذا راه بعدا مزيان. بحال يديروا لها 30 واش غتوكل لها الدراري شنو غدير؟ حيت الصراحه قاصحه عليها انا الوليدات صغار. البنت مريضه لها دابا ما خصها تشري لها سيرة وخصها الحساسيه وخصها بزاف. شنو نقول لك؟ واخا نقدر نقول لك راه نقول لك تنعيا راه ماشي. شنو تبغي تقولي هاد الناس هادو شنو بغيتي تقولي لهم الا شافوا هادشي هذا باش يحاولوا يتساهلوا مع هاد السيده؟ يتساهلوا مع هاد السيده الا كانت شي جمعيه ديال الارمله تيتعاونوا معها على هاد الوليدات باش تعيشهم وباش وتخلص الموت الضو ديالها وهذا هو اللي كاين. حتى النفسيه ديال الوليدات غتكون محطمه مسكينه. بزاف ما نقولش لك البنيه الصغيره تقول لك توحش بابا امتى غيجي؟ بابا مريض غيصح وغيجي. بابا غير ناعس غيصح وغيجي. شنو النداء ديالك اختي اليوم ولا المغاربه ولا داخل الله؟ شنو اللي يقدر يتعاون مع السيدة يتعاون معها في سبيل الله. هادشي اللي تنطلب منهم يتعاونوا معها في سبيل الله. هادشي اللي واخا شكرا اختي، خليك.
واش هذه قناه شفتها في كيف ما شفتوا معنا هذه السيده هذه اللي يلاه متوفي الزوج ديالها وجاوا مرحموهاش وقطعوا عليها الموضوع. يعني هاد الناس ما عرفتش كيفاش كيفكروا حتى كيشوفوا امراه لابسه حق الله، وعلى الاقل غير يحترموها ويديروا معها واحد التسهيلات لان عندها وليدات صغار اللي ما هي ما عندهاش باش تصرف عليهم عاد باش منين غتجيب لهم هاد 1.5 مليون. كنتمنى ان الجمعيات يدخلوا على الخط وتواصلوا مع الرقم اللي حطينا لكم هو 07 19 00 51 01 باش يحاولوا على انهم يتعاونوا مع السيده ويخلصوا على هاد 1.5 مليون لانهم داروا معها واحد طريطات ديال 40,000 وخا 40,000 قاصه عليها، ولكن لازم شي واحد يتدخل لان عنده وليدات صغار ومازالش يقراو وما خاصهمش يتشردوا. واش هذه قناه شفتيها وصلنا لنهايه هذا البث المباشر والى اللقاء.